إحنا اليوم في أكبر مهرجان لتسويق التمور المصنعة في الأحساء بنسخته التاسعة اللي دشنه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. هذا المهرجان يهتم في استثمار التمور والتوسع فيها وتصديرها إلى الخارج حتى يكون منتج عالمي ومنافس. من أول نسخة للمهرجان الأولى إلى الحمد لله النسخة التاسعة والقبول الزبائن على المهرجان، الزائرين الحمد لله باكتفاء ذاتي وأكثر الحمد لله، كل سنة أحسن من السنة اللي قبلها. المهرجان يشارك فيه أغلب تجار التمور ويعرض الأشياء الجديدة في هذه الصناعة ويصاحبه عرض مسرحي وفنون شعبية. عندنا من كميات إنتاج من الدبس 10 طن يومياً الحمد لله من الدبس، وعندنا كنا نستورد الدبس من دول مجلس التعاون، هالحين نصدر الدبس إلى دول مجلس التعاون، وعند المملكة إن شاء الله اكتفاء ذاتي من الدبس ونصدر إلى دول العالم، وعندنا كثير من أنواع التمور المصنعة. الحسا فيها مقومات مكتملة في الأصالة والتراث والسياحة، وفيها فرص كثيرة، وصناعة التمر واحدة منها.